جواد مندوب في هذه المسابقة. نتمنى للجميع التوفيق والسلام بإذن الله. So we're starting now the championship with the first class, class number one, at the height of 120, according to table C. First rider is in the arena, Rafa Al-Ahbabi. Rafa is riding Mandu. Good luck to all. حاجز 7A وبالتالي للأسف تم استبعاد الفارس رافع الأحبابي. رافع نتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله في المسابقات القادمة. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 1 في القائمة خالد حمد العطية والجواد هولد أون. Unfortunately that was elimination for رافع الأحبابي second refusal at fence number 7A. In the arena now riding hold on خالد حمد العطية. إذن إسقاط آخر حاجز وبالتالي إضافة 4 ثواني على زمن الجولة ليصبح 72.36 لخالد حمد العطية وهولدو. المشارك رقم 2 في القائمة محمد علي العذبة والجواد أدوكات في أرض الميدان الآن. نذكر بأن هذه المسابقة مسابقة تبقى للجدول سي وبالتالي إسقاط أي حاجز يتم إضافة 4 ثواني على زمن الجولة. That was 72.36 after we added 4 seconds for dropping the last fence for Khalid Al-Atiyah and hold on in the arena now. Muhammad Al-Adba. Muhammad is riding Advocate.
إسقاط حاجزين وبالتالي إضافة 8 ثواني ليصبح الزمن 83 ثانية و17 جزء من الثانية لأدفوكات ومحمد علي العذبة. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 3 في القائمة خالد سند النعيمي وبريغيد. 83.17 for أدفوكات أنا محمد العذبة عند أرينا ناو رايدينج بريغيد خالد سند النعيمي. زمد الجولة 69 ثانية 52 لخالد نعيمي وبريغيد. في أرض الميدان الآن الفارس سعيد ناصر القاضي وشانتي كلاسيكو. So خالد نعيمي finish with a 69.52 seconds and in the arena now riding شانتي كلاسيكو سعيد ناصر القاضي. الحاجز رقم 2 وبالتالي للأسف تم استبعاد الفارس سيد ناصر القاضي حظ أوفر إن شاء الله في المسابقات القادمة. في أرض الميدان الآن الفارس رقم 5 في القائمة عبد الله عادل نصار والجواد بوستون. Unfortunately that was elimination set refusal at the fence number 2 for سعيد القاضي and Chanti Classical. Riding Boston in the arena now عبد الله عادل نصار. Oh.
52 ثانية زمن الجولة للفارس عبد الله نصار بعد أن إضافة 4 ثواني لإسقاط الحاجز رقم 5 في أرض الميدان. الآن المشاركة رقم 6 في القائمة الفارسة مريم بارك العلي والجواد زينك. So Abdullah Adel Nassar finished with a time of 89.52 and Indarina now riding Zenit, Maryam Al Ali. للأسف تم استبعاد الفارسة مريم العلي. مريم نتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله في المسابقات القادمة. That was second refusal at first number 7B. So that was elimination for مريم العلي and Zenit. We wish you a better luck in the coming competition. Riding CC Heart in the arena now, عبدالله طالب أصعب. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 7 في القائمة الفارس عبد الله طالب الصعاق والجواز سيسيها. إلى الآن الصدارة مع الفارس خالد سند النعيمي بزمن 69 ثانية و52 جزء من الثانية في هذه المسابقة التي تجرى طبقا للجدول سي. ثمانية ثواني هو زمن الجولة للفارس عبد الله صعاق وسيسي هارت. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 8 حمد شويم المري والجواد أوبر. 79.41 seconds for عبد الله صعاق and سيسي هارت riding أوبر in the arena now حمد شويم المري. Oh!
67.61 لحمد شوي المري وأبو. في أرض الميدان الآن حسين حيدان والجواد بن هود. So Hamad Atwemi Mary finishing the time of 77.61, riding Benhur in the arena now, Hussein Haydan. ثلاثة حواجز 8 و10 و12 وبالتالي إضافة 12 ثانية على زمن الجولة ليصبح 80 ثانية و9 أجزاء من الثانية لحسين حيدان وبنهور. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 10 في القائمة سالم جابر العذبة وفودكا أورنج دوموس. حسين حيدان finished with 80.09 we added 12 seconds for dropping 3 fences and in the arena now riding vodka orange dumuz سالم جابر العذبة. فارس سالم العذبة الانسحاب من هذه المسابقة، حظفر سالم في المسابقات القادمة. وفي أرض الميدان الآن الفارس محمد حمد علي العطية والجواد 6-34. So سالم العذبة decided to retire from the first competition of the day and in the arena now riding 6-34 محمد حمد العطية. Thank you.
ثاني امتناع، وبالتأسف تم استبعاد الفارس محمد علي عطية حظ أوفر محمد في المسابقات القادمة. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 12 في القائمة عبد الله بريك المري والجواد فيليب. Second refusal, so unfortunately that was elimination for محمد عطية and Sita. In the arena now, riding Philip, Abdullah Break al-Mari. كما هو مسجل في الشاشة 84 ثانية و 52 جزء من الثانية لعبد الله بريك المري وفيليب. في أرض الميدان الآن الفارس علي حمد علي عطية والجواد دوك هوليدي. That was 84.52 for عبد الله بريك المري and Philip riding Doc Holiday. In the arena now علي حمد علي العطية. أوفر علي في المسابقات القادمة. كان هذا استبعاد للفارس علي العطية ودوك هوليدي. ومعنا الآن في أرض الميدان المشارك رقم 14 في القائمة علي حمد العطية وسوبر جيرل 8. لا زالت الصدارة إلى الآن مع الفارس خالد سند النعيمي بأسرع زمن مسجل إلى الآن 69 ثانية و 52 جزء من الثانية. Unfortunately that was elimination for علي العطية and دوك هوليدي. And in the arena now, riding Supergirl 8, Ali Hamad Al-Atiya. Leading this class so far, Khalid Sanad Al-Naimi, with the fastest time, 69.52, in this competition. Competition number one, 120 centimeters, according to Table C, Article 239. Thank you.
ألف سلامة للفارس علي العطية، ولكن كان هذا استبعاد. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق دائم وحظ أوفر في المسابقات القادمة. هذه المسابقة الأولى، المباراة رقم 1 في بطولة سيف سمو الأمير المفدى لقفز الحواجز 2012، وهذه المسابقة تجرى طبقا للجدول سي، وتقف الحواجز على ارتفاع بحد أقصى 1.20 متر. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 15 في القائمة، الفارس فيصل عبد الهادي المري والجواد جولدن. Unfortunately, that was elimination for Ali Al-Atiya. It's nice to see him again, inshallah, in the coming competitions. And in the arena now, riding Golden, Faisal Abdul Hadi Al-Mari. فيصل المري وغولدان الجولة بزمن 86 ثانية و 21 جزء من الثانية. معنا الآن المشارك رقم 16 في القائمة، جابر راشد عبدالله العامري والجواد بوكوا بادموز. So فيصل المري finishes round in a time of 86.21 in the arena now riding بوكوا بادموز جابر العامري. We'll be right back.
فارس جابر العامري وبوكا بدموز 95 ثانية 99 جزء من الثانية بعد إضافة 10 ثواني 6 للامتناع و4 لإسقاط الحاجز 7A. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 17 الفارس الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني والجواد باستيل دي فرانسيس. So the time for Jabal Amri and Pokwa Badumuz was 95.99. In the arena now, riding Bastille de Francis, Sheikh Abdullah bin Nasser Al Thani. إسقاط الحاجز 7A والحاجز 12 إذن إضافة 8 ثواني يصبح الزمن 98.63 للفارس الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني ودي فرانسيس. في أرض الميدان الآن الفارس عود ناصر الكبيسي والجواد دافنشي. So the time is 98.63 for الشيخ عبد الله بن ناصر الثاني and دي فرانسيس. In the arena now riding دافنشي سعود ناصر الكبيسي. للكبير وللصغير الولد والعود الأحدب ينغزيبه لابتي عسافة القرم العسيري النشيبة يوم هوجس في النشيبة عقب ذاك الحوم لا لعب الصفيري والله يبطي يسولف به صحيبة ذا الهبل سلواه في صوت الزفيري الله المعبود ثم حن طبيبة والنشامة ترحم القرم الكسير يا نديبي فوق حمرة من وهيبة شفها الشلات لا طال المسيري ويا نديبي فوق حمرة من وهيبة شفها الشلات لا طال المسيري ويا نديبي فوق حمرة من وهيبة شفها الشلات سلامة للفارس سعود الكبيسي يستحق التشجيع نتمنى له السلامة هو وجميع الفرسان دائما وحظ أوفر إن شاء الله للفارس سعود الكبيسي في المسابقات القادمة لكن للأسف يعتبر هذا استبعاد
هذا أوفر في المسابقات القادمة. إذن لازالت إلى الآن الصدارة مع الفارس خالد سند نعيمي بزمن 69 ثانية و 52 جزء من الثانية. Unfortunately that was elimination for سعود الكبيسي. It's nice to see him going back to his horse again, and we want to wish him better luck in the coming competition. سعود, can you lead the horse out? تمسك الطلع برا لو سمحت. شكرا وألف سلامة وحظ أطيب إن شاء الله في المسابقات القادمة. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 19 حسين محمد الجابر والجواد الفارو. In the arena now, rider number 19 in the list, حسين محمد الجابر. حسين is riding الفارو. جزء من الثانية لحسين محمد الجابر والفارس. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 20 في القائمة الفارس محمد طالب السعاق والجواد سندري لبي. The time for حسين الجابر was 95.21 after we added 8 seconds for dropping 2 fences. In the arena now riding سندري لبي محمد طالب السعاق. Bye.
8:08 على زمن الجولة ليصبح 90 ثانية و20 جزء من الثانية للفارس محمد طالب الصعاق وسندري لبي. في أرض الميدان الآن الفارسة مسرة محسن إبراهيم والجواد إلين. 9:0.20 for محمد الصعاق and سندري لبي. Riding Ellen in the arena now, Masarra Mehsan Ibrahim. انهت الفارسة مسرة ابراهيم الجولة ب 116 ثانية و 92 جزء من الثانية. معنا في ارض الميدان الفارس المشارك رقم 22 في القائمة راشد تويم المري وهو يمتلك صهوة الجواد ويسبر ماجيك. The time for مسرة ابراهيم and Elaine was 116.92 in the arena now riding whisper magic راشد تويم المري. Yeah.
ثواني لإسقاط الحاجة رقم 10، يصبح زمن 84 ثانية و 66 جزء من الثانية لراشد المري وويسبر ماجيك. في أرض الميدان الآن فارس سالم راشد المري والجواد مارفل لونغ ماجيك. So the time of 84.66 was Rashid, for Rashid Almeri and Whisper Magic. And in the arena now riding Marvel Long Magic, Salem Rashid Almeri. الفارز سالم المري ولونغ ماجيك الجولة بزمن 97 ثانية و 22 جزء من الثانية. ما الآن في أرض الميدان الفارس المشارك رقم 24 في القائمة حمد ناصر القاضي والجواد جزمو 26. In a time of 9.722 سالم المري finish with Long Magic and in the arena now riding Gizmo 26 حمد ناصر القاضي. آخر حاجز لأسوأ بالتالي إضافة 4 ثواني يصبح زمن الفارس حمد القاضي وجزمو 26 75 ثانية و27 جزء من الثانية لا زالت الصدارة.